إن شاء الله يكون محمود سمعنا وكل الجاليات العربية اللي في جميع أنحاء العالم، إن كانوا بالوطن العربي أو في قلب تعرف فيها لا توصل نورمينا حتى البلاد الغربية. إن شاء برقنا الله على العالي طول. دائما برقنا العالي وسيدنا على راسنا، والحمد لله إحنا بسود بلدنا الأمن والأمان. هلا الحمد بدنا لله. نعرف هسا عشان كلمة إنه بيرقنا العالي وسيدنا الله يطول لنا بعمره، إحنا آمين دائما صيت الأردنيين واصل يعني للعالم كامل. الحمد لله. بدي أحكي كلمة صغيرة، إنه الذي يعشق الشعب الأردني ويحترمه يكون حجمه في قلوب الأردنيين هيك. وإن الذي ينظر وإن نعم وإن فرحة حجم الشباب، إن وإن الحجم حجم كبير. من ينظر إلى الشعب الأردني نظرة العدا يكون بنظر الشعب الأردني هيك صغير. حنا أردنية صوان نقدح من شرار، نعم حنا أردنية صوان نقدح من شرار، قايدنا عبد الله البطل وشيخ الفرسان، هاي الأرض أردنية ما تنداس، قايدها عبد الله والله أغلى من الذهب والألماس. يا سلام يا حسين. هاي الأرض أردنية ما تنداس، قايدها عبد الله والله أغلى من الذهب والألماس، وحنا لعيون الوطن ولعيون عبد الله والله لها حراس. يا سلام يا سلام، والله برافو عليك يا حسام. الله يخليك. ان شاء الله كل الشباب يكونوا زيك. طب انت كيف تركت اثر عند الشباب وكيف دعمتهم ليصيروا عندهم مبادرات زي ما انت هلا عم تشتغل عليها؟ والله انا لما كنت بالعمل الشبابي بالمدرسه وبالجامعه، احكي لنا مين دعمك كان في حسام. لي داعمين، الداعم منهم سعاده النائب الدكتور حميد بطاينه، الله يطول لنا بعمره، وانا بتمنى انه الان بكون قاعد بيشاهدنا، فهمتي كيف؟ الشغله الثانيه انه بعد ما خلصت مدرسه وجامعه لحد الآن دعمه للشباب الدكتور حميد بطاينة مش مقصر لأي جهة شبابية بدعمه المتواصل للشباب، دعم أفكارهم. هاي مبادرات وطنية يجب على كل مسؤول أو نائب دعمها، فهمت كيف؟ فسعادة النائب الدكتور حميد بطاينة قام بدعمنا. في معنى اتصال؟ طيب معنى اتصال ولا يكمل حسام على المجهز؟ فصل الاتصال. طيب هسا كيف انا بحب احكي للشباب، بحب احكي للشباب انه يعني هاي الوطن لنا، هاي الوطن عباره عن نعتبرها بيت صغير احنا ساكنين فيه، بتهمنا نظافته، بتهمنا اناقته، بتهمنا سمعته، بيهمنا كل شيء. طبعا هذا الحق عمين، هذا الحق نعم. واجب علينا احنا كشباب اردنيين. احنا بنشكل نسبه 73% من المملكه الاردنيه الهاشميه. طبعا مع الاتصال بلاش يروح. اوكي مساء الخير، صباح الخير حميد بطاينة معنا. نعم أهلا وسهلا فيك سعادة النائب حميد. راح الاتصال طبعا، احنا بنتمنى يرجع يحكي معنا ونتواصل معه. بطلنا نعرف لا صباح من مساء، احنا قربنا على 12. بس كنت عم تحكي بتذكر شغلة انه كيف الدعم وايضا مبادرات الشباب، ما اقتصر الموضوع بس على حسام، صار في شباب كثير وبيمثلوا نسبه عاليه في المملكه زي ما ذكرت. احنا استكمالا معك. نعم احنا ملكنا الملك الشاب. نعم واحنا الاذراع اليمين للملك الشاب. طبعا شيء اكيد الملك الشاب قدوه للعالم كامل. نعم. اذا احنا راح نكون قدوه من قدوات جلاله الملك عبد الله. ان شاء الله ان شاء الله، وهذا شيء بيشرف. طب شو طموحاتك حسام؟ طموحاتي الامن والسلام بالاردن. طموحاتك ايش؟ الامن والسلام بالاردن. هذا طموحك؟ طموحي طموحك المستقبلي انت على مستوى المبادرات تبعتك. طموحي انها تظلها الرايه عالي فوق خفاقه، وطموحي الثاني انه احنا تظلها تحت شعار الاردن اولا. يا سلام. لانه هذا الشعار مرفوع بس بالرفع، فهمت الشباب الاردني، فهمت الشباب اللي دخلوا الجامعه الجديد. سعاده النائب رجع معنا. سعاده النائب صباح الخير. صباح الخير، يا مرحبا يا هلا. بس جوا الاستوديو نسمع لو سمحتوا شباب. الو تفضل. صوتك مش واضح لو سمحت، بعد صوتك شوي. انا بصبح عليك سعاده النائب حميد. اهلا اهلا، صباح الوطن الجميل لك ولجميع المستمعين ولسيدنا. الله يخليك ويسعدك يا رب. يا مرحبا يا هلا. اهلا وسهلا فيك. عم نحكي مع حسام عن مبادرات الشبابيه وعن كيف هم يعني الساعد الايمن لجلاله الملك، و دائما بحبوا الامن والامان والاستقرار، وكيف اعماله وانجازاته ومبادراته. شو رايك سعاده النائب في الموضوع؟ والله انه يعني حقيقه انا باعتقادي هناك مسؤوليه كبيره جدا تقع على عاتق الشباب، صح، خاصه في ظل الظروف يعني الصعبه الاقتصاديه والاجتماعيه والاقتصاديه بتمر على البلد. لذلك انا باعتقادي المطلوب من الشباب الان
أن يتقدموا بعدد كبير من المبادرات لمعالجة يعني تلك القضايا والهموم التي تخص قطاع الشباب. صحيح. وجلالة سيدنا يعني زي ما نعرف جميعا دائما بركز وهناك أمال كبيرة بعلقها على الشباب حتى يكون لهم دور فاعل وكبير جدا في إيجاد يعني مبادرات تخرج الشباب من المأزق الكبير ويعني يحاولون إيجاد الحلول المناسبة لمعالجة مشاكلهم وقضاياهم، واللي نتأمل إن شاء الله أن تصب جميع هذه المبادرات في الحفاظ وتحقيق المصالح الوطنية العليا في الحفاظ على الأمن واستقرار هذا الوطن. صحيح صحيح، كلامك جواهر سعادة النائب. الله يسلمك. الله يسلمك. حاب تحكي مع حسام؟ حسام حاب يوجه لك. أشكر الدكتور حبيب بطاين على دعم التواصل. حقيقة الشباب المبدع والمتميز واللي أنا بعتز فيه حقيقة وافتخر على مبادراته وعلى تواصله الكبير و طرحوا لكثير من المبادرات لمعالجة كثير من القضايا والمشاكل اللي بعنوها شباب في المجتمع المحلي، فهو على تواصل مع هذه الشريحة وإحنا له منا كل الدعم والمحبة والتقدير له ولزملاء أيضا في المبادرات الشبابية. الله يخليك. والله دكتور حميد أنا بحب صراحة أشكرك على دعمك المتواصل إلنا ولجميع الشباب الأردني الطموح واللي خايف على مصلحة الوطن والمواطن الأردني. إحنا دائما نقتدي بسيدنا بدعم الشباب، وإحنا على قناعة أن الشباب هم عباد المستقبل فلهم منا كل المحبة والتقدير. طبعا طبعا. شكرا كثير لاتصالك سعاده النائب، ويعطيك الف عافيه وعلى دعمك ونشكر كلامك. يعطيك الف عافيه، شكرا لاتصالك. نهايه اللقاء ايش حاب توجه كلمه للمشاهدين؟ والله بحب اوجه كلمه للمشاهدين انه الامن والامان، الامن والامان. الاردن اولا، الاردن اولا، الاردن اولا، هذا اللي بحب احكيه وبحب اوجهه لكل مواطن او كل فرد يعيش على تراب الوطن الاردني، هذا البهبة يحافظ على بلده. يا طير يلي بالسماء فوق وتعانق بالسحاب، ايش اللي شفته يا طير بس انت ودني، قال اللي شفته فوق والله الوان العجاب، قلت له يا طير بس انت ودني ترى طاب هرتك طاب، قال اللي شفته فوق والله الوان العجاب، احمر وابيض واخضر واسود لعنده يشدني، قلت له يا طير هذا علمنا الاردني، قلت له يا طير هذا علمنا الأردني فوقي رفرف بالسحاب، الأردن أولا كلمة قالها شريفي من العرب الاسم عبد الله الثاني. يا سلام. هاي تحيتي للشعب الأردني. أنت نورتنا حسام. الله يخليك. وأنا بشكر قناة نورمينا على الاستضافة الطيبة وعلى حرصهم ودعمهم وفقرتهم المميزة للشباب الأردني. شكرا كثير يا فارس من فرسان التغيير حسام دعيمس.